أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله. السلام عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا السلام عليك وعلى من فدتك بأولادها أم البنين. السلام يا معلى على ناصر الدين الله. السلام عليك وعلى أولادك يا أم البنين. تحكي ماسيك الجسام شجوني أم البنين بهدأتي وسكوني. يا صفحة خط الوفاء ضياها. يا صفحة خط الوفاء ضياءها فتألقت بنورها المكنون. يا نبعة الشرف المؤثل بالتقى والطهر والتخدير وال تحصيني. زفت سعادتها اقتران زواجها. زفت سعادتها اقتران زواجها في هذه الدنيا بخير قديني. حتى إذا شاء القضاء بفضله رزقت بأربعة ليوث عريني. للطف أربعة دعتهم أمهم. سروا إلى نصر الحسين بنيني. أنا أمكم أم البنين وأنني ظني بكم ألا تخيب ظنوني. أوصيكم بالصبط صبط محمد. أوصيكم بالصبط صبط محمد. لو صاح من ناصر ومعيني لا تتركوه فهو موجة فاطم وهو البقية من بني ياسين. لله والأيام طيف مسرع والطف وديه لضى سجيني. ذادوا عن الإسلام ذود معطش في جنب من بارد ومعيني. حتى قضوا نحبهم
وبقوا 3 أيام على بوغاي كربلاء بلا غسل ولا تكفين، وأم البنين بالمدينة تصفق كفا على كف. ألا من يخبرني عن ولدي الحسين؟ من مخبر أم البنين بنيناها؟ من مخبر أم البنين بنينا؟ قد جرعوا في الطاف كؤوس منون، قد جاء بشر بن حذل مناع أولادها في حنة ورنين، فاستقبلته وهي تمسك قلبها: يا أيها الناعي فلا تأذيني. فأجاب: إن الحسين بكرب. فأجاب: إن الحسين بكرب ملقا بلا غسل ولا تكفي وإماما. فأجابها: إن الحسين ذكر ملقا بلا غسل ولا تكفي. صحت: وولدا ليتك سالم تفديك كل عشيرتي وبنين، ولا تهيجون احزان قلبي يا مسلم، لا تهيجون احزان قلبي يا مسلم. راحت أولادي لا تسموني أم الإب، لو راحوا 2 وعلي ردوا 2، بلكت علي تهون جمرتها المجاتي أشبال 4 والناس كلهم يحسدون. كل الخلق يم البنين خاطبوا شبان كلهم في فرد ساعة فارقوا، ومالله بعرصة كربلاء من غير تغسي لا تذكروا لي الاسم ذايب وفا. لا حد يسميني أم البنين، وين البنين راحة؟ ولا تذكروا لي الاسم ذايب وفا. منين البنين وكربلاء ضمت أولى ورعي العلم مطروح مقطوع الآية. زينب بلا يكفي الحسرة على المهازي، لكنما الأمر والحكم لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اقتضت حكمة الباري جل وعلا أن يجعل الأمور بالأسباب، فهو جل وعلا قادر على كل شيء، ولكنه اقتضت الحكمة أن يجعل الأمور بالأسباب. لاحظ القرآن في بعض الآيات ماذا يقول جل وعلا:
يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية تقول: أنزل من السماء ماء فأخرج به، يعني بالماء. إذا سألت أي مسلم بغض النظر عن اعتقاداته، يعني من أي مذهب هو، لو سألت: الله قادر على أن يخرج النبات من الأرض بدون الماء؟ يجاوبك يقول لك: نعم، هو قادر على كل شيء. ما معنى أن تأتي الآية لتقول أنزل من السماء ماء فأخرج به؟ يعني هو جل وعلا بالماء أخرج النبات، بالماء أخرج به. وهل رب العالمين محتاج إلى الماء حتى يخرج النبات؟ لا، هو قادر على كل شيء. لكن كما ذكرنا اقتضت حكمته أن يجعل الأمور بالأسباب. هي الحياة كلها قائمة على الأسباب العلية. يعني لو أراد إنسان مثلا، كمثال، إنسان أعزب ويريد أن يأتيه ولد، يرزق مولود سواء بنت أو ذكر أو أنثى، يعني هذا الإنسان لن يرزق المولود إلا أن يأتي بالطرق، يعني يأخذ الخطوات أن يتزوج، يقترب من زوجته، بعد ذلك ماذا؟ بعد لقاء الزوجين تتكون النطفة، هكذا تنمو النطفة، تعاني المرأة 9 أشهر فيما بعد يأتيه المولود. ولو أن إنسان أعزب ليلا النهار لح على الله أن يرزقه مولود، الله ما يعطي مولود بهالطريقة هكذا بدون زواج. لكن لو رجعنا إلى رب العالمين، هل هو مستطيع أن يخلق بدون أبوين؟ نعم، ألم يخلق آدم دون أب وأم؟ لما شاءت قدرته أن يعطينا مثال، فخلق آدم من غير أب ولا أم، بعد خلق عيسى من غير أب. لكنه هذا الله يريد أن يبين لنا قدرته في بعض الأمور، بحيث خلق عيسى من غير أب وخلق آدم كما ذكرنا من غير أب وأم. لكن في الأمور الطبيعية لا، لابد من أخذ الوسيلة، طريقة العلة يعني. والتوسل إلى الله جل وعلا يعني التوصل إلى مرضاته. الوسيلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي الوصول إلى الشيء بشكل عام، يعني الوسيلة لغة هي الوصول إلى ما تتوصل إليه. أنت تريد حاجة توصل إليها تستخدم الوسيلة، تريد تكتب تستخدم القلم، تريد مثلا تصل إلى مكان بعيد بسرعة تستخدم إما السيارة أو الطائرة، فهذه وسيلة. والوسيلة إما مادية أو معنوية. التقرب والوسيلة إلى الله، التقرب إلى الله له أيضا عدة وسائل وطرق. قد يكون التوسل إلى الله والتقرب عن طريق العبادة. العبادة، هذه العبادات تقرب العبد إلى الله، توصله إلى الله. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة ماذا يقول؟ إلى كلمة جميلة، يقول: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص، فإنها الفطرة بعد، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب. كل هذه الأمور اللي ذكرها أمير المؤمنين، الصلاة، الصوم، الحج،
العمرة، الزكاة، كلها أمور تقرب العبد من الله، وسيلة. فقد يكون الوسيلة عمل صالح يعمله الإنسان. أكو قصة قصيرة يذكرها تذكر في البخاري، وعدنا إحنا أيضا مذكورة في كتاب قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري قدس الله روحه، هذه مذكورة هناك ومذكورة عند البخاري يذكرها. ملخص القصة بس أعطيها سريعا، هذه يستدلون بها عندنا وعند أخواننا العامة، يستدلون بها على التوسل بالعمل. يعني أنت مثلا عندك حاجة تريد الله يقضيها، مرة تتوسل بشخص، اللي راح يجينا الحديث حوله بعد قليل، توسل بالأشخاص القريبين من الله، وراح إن شاء الله نستدل ببعض الأدلة حسب الوقت على أنه نعم هذا الأمر عند المسلمين جميعا لا فرق، أنه يجوز التوسل بالأشخاص. لكن نحن الآن في نقطة التوسل بالعمل. هذه القصة اللي راح أذكرها لكم يذكرونها كدليل من الأدلة يعني على التوسل بالعمل. أنت عندك حاجة يعني ماسة وتريد الله يقضيها، ممكن تصلي صلاة جعفر، تتوجه إلى الله بصلاة جعفر، تتوسل بها الصلاة، تدعو الله بها الصلاة أن تقضى حاجتك. صلاة الليل عمل أيضا يقربك إلى الله، وبهذا العمل تسأل الله سبحانه وتعالى أن تقضى حاجتك. يذكر القصة اللي ذكرها لكم باختصار، أنه أكو ثلاثة يمشون في طريق، فنعم نزلت أمطار غزير عليهم وجرى سيل، جرى السيل، فلجأوا إلى مغارة، ودخلوا في المغارة تدحرج الصخرة كبيرة من ذلك الجبل، وأغلقت عليهم باب المغارة التي هم فيها، لا يستطيعون الخروج، فأيقنوا بالموت. فقال بعضهم لبعض: لما لا نتوسل إلى الله بعمل صالح عملناه قرب إلى الله خالص لله، لعل الله يفرج عنا. فأخذ كل منهم يتذكر عمل صالح عمله خالص لله، فأخذوا يتذكرون، كل واحد منهم ذكر عمل. باختصار واحد كان بار بوالديه إلى درجة بحيث نعم جاء بماء، والده كبير في السن وجاء بماء، كان يرعى والده طول الليل، واحتاج والده إلى ماء والماء بارد، ماء الاستحمام يعني، فراح جاب من النهر ماء في جوف الليل، وجاء بالماء وإذا والده قد أخذه النوم مرة ثانية، فوقف طوال الليل على تلك الشمعة حتى لا يبرد الماء. فسأل الله بهذا العمل: إلهي إن كان هذا العمل خالص لوجهك فرج عنا. يقول: فتحركت الصخرة قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآخر قال: إلهي أنت تعلم أنه كان لي نعم ماشية كثيرة، كان كل الله غنام وإبل وكذا، وكان هناك عامل يرعاها، فهذا العامل ذات يوم نعم غضب وأعطيته الأجرة فاستقلها، يعني صار أحس أنها قليلة أجرته، فرماها وتركها وذهب راح. أخذتها فاستثمرتها له، يعني أخذ يستثمر المال له حتى صار عنده قطيع من الأغنام. فلما رجع هذا العامل يسأل عن أجرة مسته الحاجة، يقول: فقلت له: أترى ذلك القطيع؟ هذا هو أجرتك. قال: أتسخر مني؟ قال: لا، هي أجرتك، استثمرتها لقرب إلى الله. يقول: فأعطيته ذلك القطيع من نعم الماشية كل، اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل خالص لوجهك فرج عنا. يقول: فانزعت الصخرة أكثر. صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال الثالث: اللهم إنك تعلم أنني كنت ذو خير ونعمة، قد جاءت إلي امرأة قد مسها الجوع، هي وأطفالها ذات يوم، تريد مني طعام لأطفالها، فقلت لها: إلا أن تمكنيني من نفسك، يعني الحرام أكرمكم الله. فذهبت وبقيت هي وأطفالها جياع حتى إذا كادت تموت جاءت إلي، فلما ونعم أذعنت لما أردت،
فلما اقتربت منها رأيتها ترتجف خائفة، مما تخافين؟ قالت هناك من يراقبنا. قلت من؟ فأشارت إلى السماء إلى الله، يقول فابتعدت عنها ولم أمسها، فأعطيتها ما تريد قربة إلى الله تعالى، قربة إليك يا رب، اللهم إن كنت فعل ذلك العمل لوجهك فرج عنا. يقول فتدحرجت الصخرة حتى خرجوا بأجمعه. هذه يذكرونها في ماذا؟ في موضوع التوسل بالعمل، أن الإنسان يتوسل بالعمل الصالح، وقد مر علينا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قد يتوسل بأسماء الله، أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا أيضا عندنا وعند غيرنا من الأخوة العامة، أنه يكون التوسل بأسماء الله وصفاته، بحيث يكون الدعاء كدعاء ماذا؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. لاحظ توسل بأسماء الله، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا توسل بأسماء الله وصفاته. أمير المؤمنين في دعاء كميرش يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء، فيتوسل أيضا برحمة الله وبقوة الله، وهذا ما بشيء أيضا، هذا النوع من التوسل. بقي ماذا؟ التوسل بالأشخاص، بالشخصية. إنسان له مقام عند الله، منزلة عند الله، وانت تريد تتوجه إلى الله بذلك الشخص، هذا أيضا كل المسلمين يقولون به، ولكن هناك فرق واحد نعم تنفرد به فرقة من المسلمين، وهو أنه إذا كان الإنسان ميت، إذا ميت يقولون هذا لا يتوسل به نعم. وأما أغلب فرق المسلمين ومنهم الشيعة يقولون لا، يجوز التوسل به كان حيا أو ميتا نعم. والتوسل مرة بيكون بجاه هذا الشخص، بجاهه، بمقامه عند الله، ومرة يكون التوسل به هو بشخصه، ومرة يكون أن يدعو هذا الشخص لك أنت يعني كوسيلة. ففي صحيح البخاري رواية أنه نعم أن عمر بن الخطاب الخليفة توسل بالعباس بن عبد المطلب، ولما صار الجفاف وقحط يعني ماكو مطر، توسل بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، فنزل الغيث كما في صحيح البخاري. فهذا دليل على التوسل بالأشخاص، وأنه لا مانع من التوسل بالأشخاص. بعض نعم العلماء الآخرين ماذا قالوا؟ قالوا أنه توسل بجاه العباس، لا، واقعا الرواية واضحة، ولم يقل نعم اللهم إنا نسألك بجاه العباس، لا، الخليفة قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني على حياة النبي صلى الله عليه وآله، فتسقنا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك، ما قال بجاه عم نبيك، واضحة الرواية، ومن أراد أن يراجع فليراجع. فهو توسل بذات العباس وليس نعم بجاه العباس. وبل أنه السمهودي يروي، السمهودي من علماء أخواننا العامة، يروي أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله مو فقط في حياته ولا نعم بعد مماته، بل التوسل برسول الله قبل أن يخلقه الله في هذه النشأة. السمهودي في كتاب خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى، أقرأ لك ما يذكره السمهودي وهو من علماء أخواننا العام، يقول اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبي، لاحظ التشفع بالنبي مو فقط بجاه النبي وبجاهه، اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبي
وبجاهه وبركته إلى ربه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين وسيرة السلف الصالحين. من فعل الأنبياء والمرسلين وسيرة السلف الصالحين، نعم، واقع في كل حال. هذا التوسل واقع في كل حال، قبل خلقه، قبل خلق النبي، قبل أن يأتي لهذه النشأة، وفي حياته، وبعد وفاته. ويذكر أيضا السمهودي، يذكر ما سأذكره لك، يقول: روى الحاكم النيسابوري وجماعة، وصححه الحاكم، حاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، روى عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال له الله جل وعلا: وما، نعم، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربي لما، نعم، لما خلقتني رفعت رأسي إلى، لما خلقتني ونفخت في من روحك، رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فعلمت أن هذا الذي قرنت اسمه باسمك وكتبته على ساق عرشك له مكانة عندك، له مكانة عندك، فتوسلت به. فالله سبحانه وتعالى استجاب لآدم وغفر له لأنه توسل بنبي الرحمة محمد. اللهم صل محمد. قال وفي القرآن الآية ماذا تقول؟ تقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهو توسل بأهل بيت العصمة سلام الله عليهم، برسول الله وبأهل بيته، وهذا قبل أن يخلق النبي في هذه النشأة. وإلا النبي في الواقع لم نقل أنه لم يخلق، لأنه مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. النبي يسأل جابر: يا جابر، يا جابر، أتعلم ما أي شيء خلقه الله؟ قال: يا رسول الله، وماذا مضمون الرواية؟ قال: إن أول ما خلق الله نور نبيك. اللهم صل على محمد. فالتوسل به قبل أن يخلق. وأما التوسل به في حياته فأيضا هذا موجود، وفي رواية يرويها النسائي وأيضا الترمذي، أن ضرير يعني كفيف البصر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله في حياته وقال له: يا رسول الله، مضمون الرواية: ادعوا لي يا رسول الله، ادعوا لي، يريد أن الله يفرج له عن بصره. فقال له النبي: إن شئت دعوت لك، وإن شئت بقيت هكذا وهو خير لك، يعني تبقى على هذا، تصبر، إن شئت صبرت وهو خير لك، وإن شئت دعوت لك، مضمون الرواية. فقال: يا رسول الله، ادعو لي، لا طاقة لي على الصبر، وليس لي أحد يدلني على الطريق يأخذ بيدي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت المضاء، هذه الرواية عن عثمان بن حنيف، ائت المضاء يعني مكان وضوء، وتوضأ، ثم ائت المسجد وصلي ركعتين. شوف التوسل، هذا التوسل اللي احنا الشيعة نقوله في دعاء التوسل مثل الليل الأربعة، وأنتم تقرأون دعاء التوسل. اسمع ماذا علمه النبي، قال: ائت المضاء فتوضأ، ثم ائت المسجد وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. صلوا عليه وآله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي.
شوف لاحظ التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، يتوسل إلى الله بالنبي أن تقضى حاجته، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجته، هذه رواية الترمذي والنسائي. نعم، فيقول عمل هذا العمل فأفرج الله له عن بصره. وأما التوسل بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا، نعم أيضا أن هذا عثمان بن حنيف الذي الله أفرج له عن بصره، جاءه شخص على أيام الثالث، كان في أيام عثمان، هذا الشخص يأتي ليدخل على الخليفة الثالث يريد قضاء حاجته، عند حاجة ولكن الخليفة لم يقضيها له، فجاء إلى عثمان بن حنيف قال له أنا أدخل على نعم الخليفة ولا يقضي لي حاجتي، فعلمه هذا العمل أن يأتي للمسجد ويتوضأ ويأتي للمسجد ويسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وآله. فيقول لما عمل هذا العمل جاء إلى نعم الخليفة فقضى له حاجته. فالتوسل نعم أمر مشروع ولا شيء فيه. ثم هناك قبل أن نعم أختم أمور نريد أن نضع عليها اليد، نقول لهؤلاء الذين يقولون لا يجوز التوسل بالأشخاص الذين رحلوا من الدنيا كشخص وجيه عند الله مثلا كرسول الله أو الإمام، لا يجوز التوسل به. أولا ذكرنا في الروايات أن هذا ثابت عند بعض فرق المسلمين أنه يجوز التوسل برسول الله أو بالأولياء وإن رحلوا من هذه النشأة، هذا أولا. ثم أنه من يقول أن هؤلاء الذين رحلوا عن الدنيا هم لا يشعرون ولا يدرون، بل الثابت بنص القرآن بالنسبة للشهداء، القرآن يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي آية أخرى يقول ولا تقولوا، نهي، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نحن حواسنا لا تصل إلى أمور كثيرة، الله سبحانه وتعالى من نعمه علينا أن جعل الحواس عندنا محدودة، محدودة بحيث أنت سمعك محدود، بصرك محدود، هذا البصر لو ترى به أشياء أخرى يفرج لك، وترى به أشياء أخرى ربما لا تستطيع العيش على هذا الكوكب. هذا السمع أيضا لو زاد عن حده أنت ما تستطيع تعيش على هذا الكوكب. شوف لاحظ النمل الذي خلف سريرك، هذا يعملون لهم أصوات، لهم أصوات ويعملون بالليل، عندهم عمل مو بسيط. شو الدليل؟ نبي الله سليمان لم يسمع النملة وكلمها أيضا، وكلمها لما الله أعطاه سمع، نبي الله سليمان يسمع النملة، سمع النملة وكلمها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وخاطب النمل وكلمها. فأنت من نعم الله عليك أنا أعطاك سمع محدود ونظر أيضا محدود، ولو صار نظرك أكثر من اللازم ربما رأيت الجن ورأيت الملائكة ورأيت أرواح الأموات، بعد ما تستطيع عيش في هذه النشأة، ما تستقر، ما ترتاح. فمن يقول لك أن هؤلاء الأموات ليسوا على صلة بنا ولا يعلمون بنا؟ بل أن البخاري يروي البخاري يروي أن الميت يسمع شسع نعل المشيعين، ورسول الله خاطب القوم الذين ألقوا في غليب بدر يوم بدر، يا فلان يا فلان، يا وليد يا عتبة يا أبا جهل، هل وجدتم، هل رأيتم أو وجدتم ما وعدكم رب، لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، هل رأيت وجدتم ما وعد ربي حقا؟ قال أصحابه يا رسول الله تخاطب هؤلاء يسمعون؟ قال صلى الله عليه وآله ما أنتم بأسمع منهم، يسمعون.
فهذا الإنسان الذي تقول أنه ميت وما ينفع تتوسل به، أنت في نظرك أنه لا ينفع، وإلا الله أعطى أولياءه. أيكون الشهيد أفضل من رسول الله؟ اللي القرآن يتحدث عن الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أيكون أفضل من رسول الله؟ لربما هذا الميت الذي أنا أتوسل به هو وجيه عند الله أكثر من الحي. ثم هل هناك آية في القرآن أو رواية تقول إن الله نهى أن يتوسل الإنسان بالميت؟ أبدا. الآية تقول بالنسبة لرسول الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. رب العباد جل وعلا ما قال جاءوني، تصور، قال جاءوك، يخاطب نبيه، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. تدري اللي ما يروح لرسول الله سماه القرآن؟ اللي ما يروح لرسول الله سمى، اسمع الآية: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فأي سورة ذي؟ هذه في سورة المنافقين، هؤلاء أهل النفاق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وصمتم الآية بالنفاق. فالقرآن صريح: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن الوسائل، أو قبل أن أطرح هذه الوسيلة، شوف القرآن بالنسبة إلى إخوة يوسف أولاد يعقوب لما أجرموا في حق أخيهم يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. ما رفعوا يديهم قالوا يا رب اغفر لنا، شوف لاحظ أولاد يعقوب ما رفعوا يديهم مباشرة قالوا يا رب اغفر لنا، وجدوا شخصا قريبا من الله مخلصا نقيا طاهرا، وهو من؟ والدهم يعقوب. فتوجهوا به إلى الله، توجهوا بهذا الشخص إلى الله، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أيضا نبي الله يعقوب ما طردهم، ما قال لهم سابقا جريمة أردتم قتل أخيكم والآن جايين تشركون بالله تقولون استغفر لنا، ما طردهم، قالهم روحوا أن ترفعوا يديكم قلوا اللهم اغفر لنا، أبدا. قال سوف أستغفر لكم ربي، وعدهم بأن يستغفر لهم. لماذا سوف؟ بعض المفسرين يقول أجل الاستغفار لهم إلى ليلة الجمعة، حيث ليلة الجمعة أقرب لاستجابة الدعاء، واستغفر لهم كما وعدهم. فهذا وسيلة إلى الله، رأوا هذا الشخص وجيها عند الله فتوجهوا به إلى الله صلى الله عليه وسلم. ومن الوسائل إلى الله أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة الطاهرة التي نعم من توجه بها إلى الله قضيت حاجته. كم وكم من الحوائج قضيت على يد هذه المرأة الطاهرة التي بذلت في سبيل الله وفي سبيل نصرة دين الله أولادها دفاعا عن دين الله وعن إمام معصوم، عن إمامها. أنت لما تسمع أيها المؤمن أن العباس على مستوى من العلم والعبادة والقرب من الله، هذا أعلم أن هناك امرأة تعبت من في تربيته
وعندنا مثل يقول وراء كل رجل عظيم امرأة، يعني أم، يعني الأم ودورها كبير. لذلك أنا أوصي أخواتي الأمهات بأبنائهم، الابن دائما من صغره دائما مع أكثر شيء مع أمه، فهذه المرأة أم البنين سلام الله عليها بذلت أقصى الجهود في أن تنشئ هذا البطل سلام الله عليه وهو وإخوته على محبة أهل البيت وولاية أهل البيت وعشق أهل البيت، فأصبح العباس سلام الله عليه كالعبد بين يدي سيده. تلاحظ أنه عندما يخاطب الحسين سلام الله عليه ما يقول له أخي، يقول له سيدي ومولاي أبا عبد الله. هذا أثر تربية أم البنين، كأني بها وهي توصي من صغره، بني عباس أنت ابن علي بن أبي طالب، أنت وإخوتك الثلاثة أولاد علي بن أبي طالب، والحسن والحسين وزينب أولاد علي بن أبي طالب، لكن الفرق بينكم وبينهم كالفرق بين السماء والأرض. أنتم لستم أولاد فاطمة الزهرة، أنتم لستم أولاد رسول الله، أنتم لم ينزل فيكم قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه الكلمات منذ الصغر ترن في ذهن العباس سلام الله عليه، لذلك أصبح يعرف مقام الحسين فيخاطبه سيدي ومولاي أبا عبد الله. والعباس سلام الله عليه الله أعطاه مكان يكفي هذا المقام، طبعا الله أعطاه مكان في الدنيا والآخرة. في الرواية أن الله سبحانه وتعالى أعطاه جناحين يطير بهما في الجنة كجعفر بن أبي طالب سلام الله عليهم. وأما في الدنيا فهذا المقام إخواني كان بإمكان ترى الحسين يشيل يجيبه مع القتلة، الحسين رفع الأكبر وجابه، شال القاسم وجابه، كل ما قتل أحد من أهل بيته وأصحابه يجيبه. إيش معنى تارك العباس هناك؟ تقول لي العباس قال للحسين أريد أموت في هالمكان؟ نعم كما يذكر أن العباس قال له خليني أموت في هالمكان، لكن بعد أن فاضت روح العباس لما تركه الحسين؟ كان بإمكان الحسين يشيله. أضف إلى ذلك أنه السجاد لما جاء لدفن الأجساد ليش ما شال عمه وجابه؟ ليش خلاه هناك؟ أراد الله ونفذ أهل البيت ما يريده الله، أن يكون العباس مقام يضاهي مقام الحسين. شوف لاحظ، مقام يضاهي مقام الحسين، حتى أنت إذا رحت تزور إن شاء الله الله يبلغك من هنا أو من كربلاء تتعنى للعباس. تدري لو دفن العباس مع الحسين شو يصير؟ أكو واحد منكم يطلع من هنا من الأحساء لما يقولون له بتروح يقول بروح أزور الأكبر، شو يقول؟ بزور الحسين سلام الله عليه، الله يبلغنا وياكم، يقول بزور الحسين. زين لما أنت بالسكن هناك بكربلة وتطلع من الصبح مثلا يقول لك زميلك في الغرفة وياك، وين بتروح؟ تقول له بزور الأكبر، تقول له بزور الأكبر وين مدفون؟ مع الحسين، عند رجلي الحسين ولا لا؟ زين أنت لما تدخل عند الحسين زور الأكبر ولا تزوره؟ لزيارة الحالة صحيح؟ زور الأكبر، بس أنت هنا وأنت أيضا وين؟ لو كنت بكربلة ما تقول بزور الأكبر. شو اللي صار؟ اندك اسم الأكبر مع اسم الحسين، سنت ادنك الاسم، بعد ما تسمع الأكبر اسم إلا أثناء الزيارة، لو جل واحد يزور سطرين يزور وهو عند الضريح يزور الأكبر. لو أن العباس أيضا لو دفن عند الحسين نفس الشيء راح يصير، ما تسمع واحد يقول يزور العباس. أراد الله جل وعلا ونفذ أهل البيت أن يكون العباس مقام خاص، وتشوف الشيعة من يطلع من عند الحسين يقول وين رايح؟ أحسنتم بزور العباس، يستاهل قمر بني هاشم، هذا ولد أم البنين وكراماتها كثيرة، وإن كان الوقت أخذني كثيرا أردت أنقل لكم كرامة من كرامات أم البنين سلام الله عليها. هذا الباب الواسع ألخصة تلخيص سريع. ذات يوم أحد الأطفال اتصل علي أهل من قرية الشعبة، اتصلوا علي أهل يريدون مأتم، وكان مثل الليلة أربعة
اتصلوا بالنهار قالوا عند المريض يريد قراءة على أم البنين، رحت أقرأ لهم بالليل. فما أدري أنا شنو المريض، رجل امرأة كبير صغير، وإذا تبين لي بعدين بعد ما قرأنا المأتم هم متأثرين كثير، حطوا بركة باسم البنين، قرينا أخوة باسم أم البنين سلام الله عليها. طلعنا رحت أنا السيارة، اتبعوني والدة، يمكن والدة ذاك الوقت يمكن حدود 35 سنة كذا، وهذا أكبر أولاده طفل، فوالده ولعل عمه تبعوني عند السيارة، قالوا لي القضية كذا، هذا طفل يلعب مع أبناء أقاربه في تهوية البيت وضربه أحدهم بضربة في الرأس بشيء حاد ونشل الولد كله، شلت يديه ورجليه ولا يتكلم بس يطالعهم بعيونه. الآن ملف مستشفى الأحساء موجود. بقي الطفل ما يقارب أسبوعين أمه وياه، سألوا الأطباء شو النتيجة، قالوا لهم هذا الولد إما أن يموت أو يبقى هكذا طوال حياته، نعم ما يتحرك ولا عضو أبدا ولا يتكلم. ليلة اللي قرأنا مثل الليل سبحان الله ليلة أربعة وتوسلنا إلى الله بأم البنين، طلعوا وياك مثل ما ذكرت لكم، والد متأثر كثيرا، أكبر أطفاله كان ذاك الوقت الطفل 5 سنين ونص عمره أو 6، بيسجلونه مسجل في المدرسة يعني بس تفتح المدارس ويروح. فطلعوا وياه قالوا لي لا تنسى، علموني قضيته وقالوا لا تنسى بالدعاء على منبر الحسين الله الله. قلت لهم إن شاء الله نحن ما ننسى ندعو له، لكن مثل ما طلبتوا مني طلب أدعو له أنا أطلب منكم طلب، وهو إذا الله شافاه تعطوني خبر. قالوا حقك، أنا بيني وبينهم الصداقة في الحج، روح ياهم الحج وأجي مع الحملة. فسبحان الله والله يا مؤمنين ما يجي يوم الأربعاء، واللي قراءة صارت ليلة الأربعاء مثل الليلة، ما يجي يوم الأربعاء تقريبا من الساعة 9 أو 10 وإذا نفس اللي اتصل علي يوم الثلاثاء وقال لي نريد قراءة للمريض اتصل علي يوم الأربعاء قال لي شيخ محمد أبشرك الولد البارحة وقف جنب السرير وقال لما أريد ماي. الله صلى الله محمد وآله. نعم ولا كأن بشيء أبدا، أخبرت الأطباء أعطتهم جرس وجاءوا الأطباء وقفوا متعجبين شلون هذا الولد قام شلون وقف، ها أنتوا سويتوا شيء؟ قالوا له أنتوا سويتوا شيء؟ قالت لا أبد، إحنا توسلنا بأم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة الطاهرة باب من أبواب الله. أخرجه والدي، علمني والده لما طلع على مسؤوليته يقول قالهم راح وقال الأطباء نريد طلع الولد، قالوا طب نسوي له فحوصات وتأخذ بعدين، قال أبد لا تسوون له شيء، أطلع على مسؤوليتي، يقول سووا فحوصات من خلفي وأنا ما أدري، قالوا لي كل شيء سليم أبدا ما في شيء. نعم اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا اللي صار هذا كان يوم أربعة يعني ليلة أربعة، مرت الجمعة، شوف لاحظ أخوي المؤمن، مرت الجمعة بعدها الجمعة الثانية هم أهله أعطوني خبر يردون مأتم آخر على أم البنين، عندهم سرداب تحت في الأرض كبير في بيت من البيوت في منطقة أبو سحبل، هذا البيت فيه سرداب طويل تحت. أنا جيت يوم الجمعة بعد صلاة الظهر وجلست، أكو مجموعة من الناس جاءت حق المأتم وبعض الناس ما بعد تجي، جلست على جنب انتظر، والله يا مؤمنين وأنا على منبر الحسين وكأني أنظر للطفل قاعد يطارد في المأتم، المأتم طويل صاير شكل طول، يرجع على الكنب في آخر المأتم ويجي مثل الحصان ويرجع للجانب الثاني ويرجع على الثالث في الكنب يطارد، يقول لي أنت اللي قريت علي. الله قلت له الله شافاك وليدي، الله شافاك وأم البنين مو أنا، كأنك تريد تسمع وصية العباس مؤمن، عدها وصية للعباس، مسمعت من الساعة بعض وصاياها وهو طفل توصيه، الله الله وليدي، ها أنتوا أولاد علي بن أبي طالب والحسن والحسين أولاد علي بن أبي طالب، ها؟ لكن أنتم لستم أولاد الزهرة، أنتم لستم أولاد رسول الله، أعرف يا وليدي أعرف من هو الحسين من هو الحسن من هم هؤلاء، هؤلاء سادتك، تريد تسمع وصيته وهم بيطلعون وين بيروحون؟ من المدينة إلى كربلاء، هذه آخر وصية 34 عمره سنها
والصت من طفولته إلى أن صار عمره 34 ولا زالت تصيح. أم البنين تصيح يا عباس، أم البنين تصيح يا عباس، يا حشاي بوصيك يا ابني واستمع مني وصايا، يا ابني بترباتك سهرت الليل ويا كل لشان حسين هالتعبة، على رباك أقسم عليك بدر لبن صدري الغذاك، لا من نزلت المشرع لا تشرب ما شرب يم البنين، بيض وجهك خاض الماي بس هي سبرد، لا تشرب قبل الأخو يا ابن الأماجي، وخلك درع الحسين يا درع الصناديد، والعالم شيله بإيد يا بني وجودك بإيد، والحرم تدري بالسفار تدري تريد روى. قالها أمه كل اللي أردت أنفذها لن يصيب الحسين مكروه إلا أنا أبقى جثة على العلقمي، ولن أذوق قطرة قبل الحسين أبدا ولو مت عطشا، وليدي باقي وصية اسمعها، عينك على زينب بفاضل، عينك على زينب ترى بنت البتول، عينك على زينب ترى بنت البتولة، معصومة الصغرى فخركم هالعقيلة، لا تضيع يا ابني من بعد هذه الحمولة، هذه وديعة والوديعة تريد حما. وراحوا من بين يديه تحرك الركبها، وإذا العباس ما يركب، الطريق طويل من المدينة إلى كربلاء، يقول للحسين أخي أبا الفاضل اركب، يقول له شلون أركب من باري زينب، كل ساعة عباس ونزل محمل الحورة يعدل صد للشفية وناشدة، شنه نزلتك بالفلة، قال له يا أخويا نزلتي تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم، وطمت على العز والعلا، عظم الله أجوركم، بقيت أم البنين بالمدينة لا خبر عن الحسين، بقيت الحسين طلع بشهر نهاية شهر رجب، ها نهاية شهر رجب طلع الحسين من المدينة، بقيت شهر شعبان وشهر رمضان وشهر شوال، طلع الحسين من مكة في نعم في ثامن ذي الحجة، وشهور وما تدري عن الحسين وهالمحرم، إلى أن رجعوا السبايا في الأربعين وهي تنادي من يخبرني عن ولدي الحسين، إلى أن جاء بشر بن حذلم ينادي أهل يثرب، لا مقام لكم بها قتل الحسين، فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، خرجت تلطم على رأسها يا ناس بلد برجولة، خلوا ينزل عن ذلولة بسائل واستمع قولة، لما التقوا ذولة بذولة عباس راعي الزود يولا، وضعت لها رسمت خمسة قبور في البقيع، جلست عند تلك القبور تبكي ليل النهار تنادي، لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العري، كانت بنونا ليودعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين، إلى أن جاءتها المنية وهي على فراش العلة تتذكر الحسين وتتمنى كل ما جرى على الحسين يجري عليها، أم البنين أتمنى لو جتني المنية كل ما جرى على حسين أنا يجري علي،
أتمنى والله من تجيني ساعة البي عطشان أقضى وخلى قلبي يصير نصين ولا أسمع وليد الذبح عطشان لحسين والنهر يمه وما سقوا قطرة أمي وذاك الحجر يا ويلي حين اللي جال صوب يا ويلي جبهته وغير جماله في جبهته يتمنى صوبني بداله ودمي يسيل ولا دمى تصبح جري وسهم المثلث بالقلب يا ريت ما جاء أجل وين يا أم البنين قالت ريت أجاني بالقلب خل قلبي يفدى مثلث ولا تمكن يطلع على من قفاه ومن بعد شتل داسته علوج ومي يا أم البنين الأربع ذبحة وضماية وظلوا ثلاثة أيام على الغبرة عرايا ليتش نظرت على النهر صاحب الراية مفضوخ راسه مقطع شماله وليمي يا أم البنين الأربعة ما حد دفنهم دمهم غسلهم والترب صاير شفنهم ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم فوق الهزل مرت وشافتهم مطاعي يا أم البنين الأربعة تشهد لجنة ما صار باليوث الحرايب مثل عب خلى الأرض رؤوس وجثاث ومطهم أدى رؤوس الأعادي وغلق الميدان صوب صحت أولادي وكل من في العالم يروح يا ليت بعد حسين ما تبقى لنا يا بشر بالله لا تقول حسين وإماما يا بشر بالله لا تقول حسين ما شوف بالدنيا عواض عندي عن حسين نخوة يا معباس فكي حيرتي نخوة يا معباس فكي حيرتي نخوة الله يقضي حاجتك نخوة يا معباس فكي حيرتي نخوة يا معباس فكي حيرتي مرتين بس يا معب بعد واحدة نخوة اسمع الآن نخوة يا الحرة بضلع الطاهرة نخوة يا الحرة بضلع الطاهرة حلها الشدة بطبرة حيدرة حلها الشدة بطبرة حيدرة بالحسن أقسم سبع القنطرة بالحسن أقسم سبع القنطرة بجاه زينب من بكت وين أخوتي نخوة يم كحي نخوة أنخى يم عباس وارد الجوى أنخى يم عباس وارد الجوى بجاه من خلو عاري على التراب باللي دمومه في كف خضاب باللي دمومه في كف خضاب لا تخليني أظل بحسرتي نخ الله يقضي حاجتك نخ طالب الحاجة بعد عنده قسم طالب الحاجة بعد عنده قسم
بمودع المظلوم زينب والحرم، بمودع المظلوم زينب والحرم، ما تخيبينا وانت ام الكرم، ما تخيبينا وانت ام الكرم، كشفي همومي وشافي علتين اخوة نخوة عليك يا معباس ذبت الحمل، عليك يا معباس ذبت الحمل، واقف ببابك ومنا ما أمل، لا تخليني أعود بالخجل، لا تخليني أعود بالخجل، بقطع راس حسين واجبي طلبتين أخوة أخوة حاشا يم الأربعة أرجع خلي، حاشا يم الأربعة أرجع خلي، وأنا حلفتك بجثة بو علي وجاسم العريس والأكبر علي، وجاسم العريس والأكبر علي، وبالعليلة فرجيها كربتين أخوة يم نخوة قسم قسم عليك أقسم بالزكي أم الحسين، عليك أقسم بالزكي أم الحسين، وكزة المسمار وبلطمة العين، وكزة المسمار وبلطمة العين، وموتة الطفل على رأس الحسين، وموتة الطفل على رأس الحسين، حاجتي عندك وريدا حاجتي أخوة يم حيرتين أخوة يا عباس فتح حيرتين أخوة يا عباس فتح حيرتين أخوة إلهي يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرج عنا بهم، اعتق رقابنا من النار ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، أصلح لنا ذرياتنا، زوج عزابنا، أرحم أمواتنا، فك الأسرى والمساجين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين ويا غياث المستغيثين، نسألك أن تصلي على محمد وآله، وأن تعجل فرجهم، وأن تمن على من قرأت الآية من أجلهم، خصوصا مرضى المستمعين جميعا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، من عليهم جميعا بالصحة والشفاء والعافية، شافيهم بشفاك وداويهم بدوائك، صب عليهم العافية، تصب يا رب العالمين، فك الأسرى والمساجين، خصوصا شيعة أمير المؤمنين، فرج عنهم يا رب العالمين، ارحم أمواتنا، اسكنهم فسيح جناتك، احشرهم في زمرة محمد وآله، إلى أرواح موتى الحاضرين، موتى المؤسسين، بالخصوص موت جميع المؤمنين، لهم ثواب هذا الماتم والفاتحة مع الصلوات.